انت يا كرامه ولا اتجننتي؟ من امتى وانت بتسالي في حاجات زي كده؟ انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ رقاصه؟ رقصتي ايه؟ انت مين قالك الكلام الفاضي ده؟ اسمعي يا بنت الناس، انا راجل ما بكرهش في حياتي قد السين والجيم، ويطلبوا معايا عكنانه وقله مزاج فقصري في ليلتك. اسيبك ليه؟ لا اله الا الله، اسيبك ليه؟ انت عملتي لي ايه وحش عشان اسيبك؟ ولا انا بقى راجل مفتري ووحش بقى؟ مفتري انا؟ امال في ايه؟ ما لو فضلتي على قلقك ده هيخرب عليكي ويخليني اسيبك. اسيبك يا كرامه؟ اسيبك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب خلاص نكن بقى كده ونهدى ونقعد في اوضتنا متستتين وهوانا، وبلاش نسيب حد ينخور في دماغنا وما نسمعش من حد. يتوب علينا ربنا. يعني ايه يا باشا؟ يعني اللي سمعته يا نوح. بس ساعتك كده بتهز صورتي في السوق يا باشا. ولا هز صورتك ولا حاجه، انت بتدفع ثمن اللي بيعمله ابنك. الله، وهو كان ابني عمل ايه بس يا باشا؟ واذا كان على غلطته مع خميس احنا دفعنا ثمنها نص المصلحه اللي فاتت، واكتر من كده يبقى كتير قوي يا باشا. الكتير والقليل مش انت اللي تحدده يا نوح. انا كان عشم يبص لي شويه يا باشا. انا اديتك بدل الفرصه 10 وانت ما عرفتش تستغلها كويس. يا باشا انا كان املي كبير قوي في المصلحه دي، ومعاليك عشمتني ان انا هشيل لوحدي. حكم السوق كده يا نوح، عامل لك ايه؟ وقلتها لك 100 مره قبل كده. مش انا قايل لك انها ما بتضمش لحد؟ ما سمعتش كلامي. رحت اديت الشغل لابنك وعك فيه. يا باشا يا براء قفش السوق وشفر كل ابوابه، وقدر في كام سنه يبقى كبير. وشغلانه بير السلم عمل فيها ايه؟ ده كل يوم بيتاخد منكم زبون. يا راجل ده البرشامه اللي احنا بنجيبها ب 10 جنيه بتتاخد منكم وتطحن وتتخلط وتتباع ب 100 جنيه، وابنك فرحان بكلمه يا معلم، وكل المكسب بيروح لغيركم. لا ما انا انا اتصرفت يا باشا وصفيت العيال دي، وبرضه انا محسوبك يا باشا. عشان كده انا قلت لك تيجي هنا يا نوح عشان نتكلم. خلي بالك يا نوح، ولم ابنك بدل ما تلاقي نفسك بره اللعبه. انت فين؟ هو انت كل مره تقطعني كده؟ ايوه انا جوه من بدري. طب يلا استنيك. بنت دي شكلها كده فاتحه الرابع ومش هاممها حد. وهي ما مين يعني؟ دي من الاخر. من الاخر ولا من الاول؟ هتطلع مين يعني ولا بنت مين؟ سيبك منها، دي مش قدها. وانا احب كده، اجي كده في الروقان الف لي سجارتين اشرب لي كاسين، بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده، في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز يقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفلي انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدق بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه، قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق اعرف. انت حقك مردود تلت ومتلت وباي تمن. رمانه ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجاله. رمانه ما يوزنهاش الا راجل يسند ظهرها لاجل ما يملى عينيه. اهل كرنا قالوا ادي الجمال وادي الجمال. انت جيت لي وقصد افندينا، بس برضه غاوي والغاوي ينقط. وقلت اني معاك هكسب فوق ما انت متخيله. واديني جيت اهو عشان نتفق. وماله نتفق؟ بس قبل ما نتفق في بقين عايزك تسمعيهم، عشان انا احب الشغل يبقى على نور.
حتى لو سكته ضلمه. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئه وصور لك انه ينفع انك تشتغليني ويبقى اخر الحوار ده انك تسلميني الافندينه، تبقي خطيتي عتبه قبرك وحفرتيه بايديكي. يبقى انت بتحمرق ومش قد كلامك. اما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنية صافية ونظيفة ومش متعصى غدر، تبقى حطيت رجلك على سلالم الجنة وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعادة بإيديك يا رمانة. بقولك إيه يا براء؟ أنت شكلك كده مش مطمن. خلاص لو مش مطمن بلاها ونشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، بس تطلعني من نافوخك خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بت عودي، إيه القفش اللي أنت فيه ده؟ اهدي شوية، الكلام أخده وعطى. ما أنا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحده ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعه كده. ربنا يكفيك شر كسره القلب، والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خليني اسن ضوافري على الاخر. سلامه قلبك يا رمانة. يبقى نبدا. طب مش نسمي الاول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل يا ست مطر، ايه الحلاوة دي كلها؟ تلم يا بيت. والنبي قمر وقشطة، قوليلي استحمتي بالزيت ولا لا؟ بقولك ايه يا بيت يا سوري؟ نعم. هو انت لما كنت بتتجسسي علينا لصالح الحكومة كنت بتاخدي كام؟ ايه لازمتك بس الكلام ده يا ست مطر؟ ما احنا خلاص بقى طبنا الى الله. انا بسأل بس يعني. عادي يعني، هي الحكومة دي بتدفع حاجة. اسمعي يا سوريا، احنا ولايه زي بعض وغلابه، وتيكي شايفه عيشتنا في البيت ده محدش ضامن حاجه، وانت عارفه انا نجيتك من الموت قبل كده، يعني ليا في رقبتك جميله. والنبي شايلها العمر كله يا ست مطر. يعني يا بنت لو طلبت منك حاجه تعمليها؟ طبعا، ودي عايزه كلام امور انت بس. ماشي، وانت معايا تكسبي كتير قوي. كام يعني؟ السلام عليكم خميس. الدنيا الله يسلمكم يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي كان يهرني وكمان مستصغرين وكمان مستصغرين، وانا اللي كان كسرني اللي كان قاهرني ويستقلوا بيا، وكمان مستصغرين كمان مستصغرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اخويا شفت عفريت؟ انصر. انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ تعال بص على نفسك في المرايه. مرايه ايه اللي عايزه تبصصيني فيها كل شويه دي؟ انت عامله ايه في المرايه دي يا بت؟ عايزك في كلمتين. مرايا شو؟ وانا كل ما افتح باب الاقيك حاضره. يا اخويا وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. متوحش اما توطي حسك كده. اصل من ساعه ما رميت الكلمه اياها في عيني وانا مش عارفه اتلمع على نفسي. والنبي قرصني كده احسن اكون بحلم. ما تلم الدور يا بت، لم الدور وشويه الكلام ده. أنا قلت كده. ولأمي؟ معرفش، دي بيسأل الحاجة. فسح سكة يا بنت، فسح يا بنت سكة. يا عم أنا فسحة أهو. فسح يا بنت ورا بدل ما تطب علينا اللي ما بترحمش. لو النبي إلا دي. فسح. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها يا رب. يتوب علينا ربنا. اللي كان كسرني
بيستقلوا بيا وكمان مستصغريني، كمان مستصغريني. فرومة بدران يا استاذ بدران. خلي انت يا استاذ بدران. ما بتكلمش كتير. ايوه ايوه خير خير. مالك حبي. مالك اهدي. تعال شوف النسيبه السوداء اللي وقعت فيها. ايه الحكومه كبست عليكي تاني؟ بص عليك السيره دي تيجي على الصبح كده على الريق تف من بقك. امال ايه اللي جايب القرار على هنا؟ بنت من البنات اللي عندي، بس دي غير البنات، دي بتجيلي دليفري. ايه الموتوسيكل بتاعها اتسرق؟ بص عليك يا استاذ بالذمه ده وقته. لا بعتها للدكتور بتاعنا الدليفري، اصلها حبل اللي قلتي يسقطها. لسه يا دوب هيبدا الحكومه كبست عليهم اخدتهم سره واحده. هو انت ما جيش من وراك الا البلاوي؟ انا ليا غيرك يا بدران. اه بس انا دلوقتي ورايا مواعيد مهمه. مش اهم من البنت اللي مستنياك تمد لها ايدك وتنقذها بدران، الحقني. هات ارجع على المكتب، ما تنساش تجيب البطاطايه بتاعت العشاء. يلا يلا بينا. عشان كده علي مهم جدا نعرف الست اللي بيروح لها الستات دول. انت مش مفروض عملت عنها تحريات؟ اسمها حنتومه. حقيقي؟ حنتومه وشغاله في السحر والدجل والشعوذه والكلام الفاضي اللي سعادتك عارفه ده. طب ما انا هايل. هايل جدا كمان. الست دي بقى لازم نلاقي لها سكه نخش لها منها. لان لو عرفنا الستات دول بيروحوا للست دي ليه؟ هنعرف حاجات كتير قوي عنها. وممكن في الحاله دي كمان ادخل. تمام يا باشا. خير. في واحد بره عايز يقابل ساعتك. ما قالش اسمه ايه يا ابني؟ الباشمهندس عبد العزيز ريان. عبد العزيز ريان؟ اه ده ابو الواد شادي بتاع حملة الفيلا. قول له ادخل. تحت امرك يا فندم. اتفضل يا باشمهندس. اسمها ايه؟ حنتومه. تومه. انا اسف يا سربيه، بس كان لازم اجي لك. اهلا وسهلا يا باشمهندس، اتفضل. انا اسف، بس ابني في خطر ومحتاج مساعدتك. مع استاذ عايز يخمر شويه. يلا العمروتي طلب يقابلني النهارده، اكيد عايز يرغي بقى ويلوك في الفرشه اللي فرشتها في السوق. بس خلي بالك يا ابو جمعه، احنا كده مكسبنا اقل من تعبنا. بص لقدام يا خال، بص لقدام، احنا لسه في الاول برضه، احنا شارعين للمكسب. وبعدين العمروتي ده مش مضمون. خميس عنده حق، مكسب السوق أهم من الزيادة اللي خسرناها، والنوح مش هيسكت، هيعمل أي حاجة علشان يرجع تاني. البضاعة دي عشان نبلع بيها السوق لازم تاخد ختم المزاج، والسكة مفتوحة، الناس زهقانة وكفرانة وعايشين في غلب برضه. فالنفر لو هيشتري الحباية دي وهو متأكد إنها هتخرجه من العالم والغم ده وتحطه جو أحلى، هياخدها بمزاج. صح ولا لا؟ هياخدها بمزاج. واللي يتاخد بمزاج عالي الجوده لا يمكن حد يسلاه. ولا يا حاجه؟ طمنتني يا حبيبي. الهي يحرسك، الهي يرزقك كمان وكمان. بركه فيك يا عسل. خدت الدواء؟ خدته يا حبيبي. ربنا ما يحرمكم من بعض ودي المحبه بينا يا رب. امين يا رب. دوق. دي خلطة جديدة؟ اه. حلو، بس ما تخمرهاش زيادة، خلاص كفاية كده. توجيهاتك يا فندينا. أنا عملت بنصيحتك وجبته لنا المصحة عشان يتعالج، كان كويس أوي في الأول، وفي ليلة جات له أزمة ما بقاش قادر ياخد نفسه، كان هيروح فيها. حطوه على جهاز التنفس لحد ما فاق. الدكاترة قالوا إيه؟ قالوا إن دي أعراض صحية، ده معناه إن سموم الحبوب بتخرج من الجسم. طب ما ده شيء كويس، معناه كده انه ابتدى يستجيب وهيبطل. المصيبه انه في ليله تانية الممرضه لقت معاه شريط ترامادول كان مخبيه، بس ايديها ورجليها علشان ما تقولش، رفضت، صار عليها وضربها وكان هيموتها. الشريط ده جاله منين؟ معرفش، لكن المشكله بدات تجي له نوبات سرعه، وانا خايف انه يوصل لمرحله التفكير في الانتحار. باشمهندس، اشمعنى فكرت فيا دلوقتي؟ عشان الاتفاق اللي بينا، قلت يمكن لما يشوفك يخاف منك ويعمل لك حساب ويستجيب للعلاج. ايه
ازيك يا شادي؟ ايه؟ تحاول تفتكرني؟ انت ايه اللي جابك؟ هتصدقني لو قلت لك ان جاي اطمن عليك؟ اطمن عليا ولا تلبسني تهمه تاني؟ بابا جالك كنت اتفق معاك مش كده؟ شادي تعرف انا ليه سبتك يومها؟ عشان حسيتك غير العيال اللي اتقبض عليهم دول كلهم. حسيتك موجود من باب الفراغ او من باب التفاريح، لكن اللي صدمني بجد اني اكتشفت انك شبههم قوي. انتوا ليه مش قادرين تصدقوا اني حاولت ابطل واني بكره نفسي وانا باخد؟ رجعت له ليه؟ رجعت له ليه؟ عشان كنت هموت. حسيت ان روحي بتنسحب مني وقلبي هيقف ونفسي مكتوم. كان لازم اخد حبايه واتنين عشان ما اموتش. شايف بقى ان الحل انك تستمر في الحكايه دي على طول، مش كده؟ بدل ما اوصل للمحطه اللي بعديها اسرق ابويا عشان يجيب اللي عوضني. وايه بقى هي المحطه اللي بعديها؟ انا لو ما لقيتش ترامادول مفيش حاجه ممكن تظبط دماغي، والبديل الوحيد اللي مستنيني الهيروين. يا نهار اسود، هيروين؟ انا هخش اقرا المحضر واحاول اشوف لها سكه اخرجها بيها قبل ما يرحلوا على النيابه. ايوه هنوبك ثواب. اه بس الحكايه دي فيها ارشينات زياده يا مسامي. مش مشكله، كله على حسابهم وكله على النوطه. اسمها ايه؟ هي اللي مرميه هناك دي. شوف مكلبشينها ازاي كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟ وحاول اشوف لها سكه نخرجها بيها قبل ما رحلوها على النيابه. اه ينوبك ثواب. اه بس الحكايه دي فيها ارشينات زياده يا مسامي. مش مشكله، كله على حسابهم وكله على النوطه. اسمها ايه؟ هي اللي مرميه هناك دي. شوف مكلبشينها ازاي كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟ سعاد. الله على اللقاء قدامي ده. انتوا طلعتوا تعرفوا بعض من زمان. زمان قوي. عارف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشة رامادول وعائلته الكريمة في السوق. ده طعم عشان الزبون اللي ليلة في سجارة ولا في ابيض ولا بني. بعد كده شد الاحمر من السوق عطشه، تلقى الزبون بيدور على حاجه يعبي بيها دماغه بس يا عين امه ما يلاقيش. طبعا، لان ولا البني ولا اي حاجه من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. فيزا اوف كورس. براون شوجر. ايه يا باشا؟ براون شوجر. بي اس. البي براون والاس يعني شوجر. انت فاكر ان احنا هنقعد نشتغل في الشريط ابو 30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشه زي ما انتوا بتقولوا، هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوه. هما يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافه. احنا لسه هنستنى زبون يلف سجاره ويخش على حجرين وحلني بقى على ما يشد خطين. احنا كده بنساعده. هي أول برشامة وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروش. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برزيزة. هاي داد. اه حبيبتي. هاي خميس. مش برضو خميس؟ أفندينا. خميس أفندينا. اه حبيبتي، عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو. انا هغير وخارجه على طول. بس بيخلي بالك كنت سايقه. اوكي، سي يو ليتر. باي باي. كنا بنقول يا خميس سي يو ليتر. اليجيتر. ده ليها كماله. عارف يعني ايه اليجيتر؟ يعني سامعها قبل كده بس. البوزه.
أليجيتر يعني تمساح. تمساح؟ عارف دهان التمساح؟ يعني دهان التمساح يا باشا. دهان التمساح ده أبويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزة تشد وتعلى. يا باشا ما دخلي معاك في الاسبانة هتجيب البرنسيسة ده شريك يعني. ما شاء الله. تعرف يعني ايه سبا؟ فاكهة برضو؟ امال ايه؟ سبا يعني موزة مقشرة، مكان تروح ويفضلوا يدلكوا فيك لغاية لما تخرج زي الموزة المقشرة. السلام زحلقة يعني. تضرب سبا بلبن؟ هتزحلق جواه كمان. لا يا باشا ده انت حكاية. يتوب علينا ربنا. بلغك اللي عمله الباشا بتاعك. كنت عارف انك جايبني عشان كده يا سيدي الناس. يعني بلغك؟ في السوق بتاعنا مفيش حاجة بتستخبى يا عم، الجمال كلهم. وانت ايه رأيك؟ انا في الليلة دي كلها مجرد مرسال، انا بلعب في تيم تاني براكو يا معلم. بس انت قريب من الباشا ومفيش اقرب من اللي زيك لمزاجه. مالت انت ممكن تاخد مني فلوس كتير قوي من غير ما تأثر على مكانتك هناك. اشبك ايدك في ايدي يا معلم وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. انا مفيش واحد على كوكب الارض كله بيكره خميس افندينا زيي. ومش بس كده، هو الوحيد اللي بوظ لي اكتر من الشغلانة عشرة وليه عنده بدل الطار الف. حلو قوي كده، احنا الاتنين على خط واحد. بس ما تاخذنيش يا معلم، يعني خميس افندينا عرف يخش للباشا صح. ومش بس كده، الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه، هم اللي مساندينه وبيحموه في ظهره. لا مؤاخذة يا معلم، يعني انت مشكلتك في ابنك براءة. هو الوحيد اللي هزز صورتك في السوق، وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف. وما تعرفش خميس افندينا عامل ايه للباشا، تحس انه سحر له، وصف له وصفة، عامل له عمل، حاجة كده تحس انها هو. ايه رأيك يا مرض؟ وانا بعد جايبك علشان تعقدها ولا عشان تحلها؟ انا هقول لك على الصح. خميس افندينا دلوقتي في حماية الباشا، ولو حصل اي حاجة لافندينا الشبهات والشك والريبة والضغينة هتحوم حواليك. يبقى المنطق بيقول ان احنا نلعبها صح، باسورد نعديها يعني، ونطاطي للريح شوية. وبعدين نتفق تحط ايدك في ايدي. اعتبر ايدي في ايدك يا مرض. بس ناقص واحد معانا ويكمل مثلث برمودا، مثلث الرعب اللي هيقضي على خميس افندينا. تقصد مين؟ اللي معاه السر كله، بدران الشواف. بدران؟ لا، اذا كان على بدران سيبوه لي، انا عارف سكته كويس قوي. بقول لك يا باشمهندس منى هن. يا دي عربية الفرنسيسة بنت الباشا صح؟ ايه يا فندم؟ صح كده. ايوه. قلت لي اسمك ايه؟ زينهم سعادتك. زينهم. الاقي معاك كلام يا زينهم؟ اتفضل يا فندم. ايوه. رجل الامن لازم يكون معاه قلم. طبعا. هات ورقة. طب لحظة واحدة قبل سعادتك. لا لا لا، تعالى تعالى استنى. الجيش قال لك؟ قال لك ايه؟ قال لك اتصرف. ها؟ خد امسك ورق. ايه؟ ورق ورق. اكتب اكتب بس اكتب اكتب اللي اقول لك عليه. ايوه انا عارف. اكتب ما تقلقش اكتب. 015 افندينا اللي هو التوقيع افندينا. ايوه هو ده رجل الامن. ايوه خطك حلو. بص انا احط دي هنا بس امان عليك، اوعى ولا تفتحها ولا تقرا اللي فيها ولا كانك سمعت حاجه. تحت امرك يا فندم. اتفقنا؟ اتفقنا. تمام تمام. خد خد بس يا فندم. خد زينهم. لا لا خد خد امسك.
بطمني عليك. ماشي يا فندم. يلا ما توقفش عشان ما تلفتش الانتباه. ماشي يا فندم. اشتغل اصلا لؤي، خلاص بقى انا زهقت منك، اعمل اللي يريحك. سلام. ما تستغربيش ورقه البفره، ما تستغربيش ورقه البفره، ما لقيتش اسرع منها عشان يوصل الود بمزاج عالي. يوصل الود بمزاج عالي دي نمرتي. لو مزاجك تمام كلميني. لو مزاجك تمام كلميني. ولو مش تمام كلميني برضو. كلميني برضو. أفندينا. أفندينا. أنت بتستعبطي يا بنت؟ أنت فين كل ده؟ والنبي أبلة بلف ليك على كعوب رجليا لما كعوب رجليا فقفقت، أعمل إيه؟ مش لاقية. يا سلام، أنت هتعمليهم عليا يا بنت؟ دلوقتي بقيتي تلفي وتدخي عليه ومش لاقياه؟ أمال مكان في جيبك ليل ونهار، هو فين؟ والنعمة الشريفة شحح يا أبلة، ده حتى اللي كنت بجيبه ب10 دلوقتي بجيبه ب20، ويا ريت لاقيين، أنا مش عارفة الناس اتصرعت على الفلوس كده ليه؟ كفاية لا ترحمي نفسك، هاتي خلاصي، هو فين الهدايا؟ اتفضلي يا أبلة. هاتي فلوسك السودة دي، روحي اعملي لي كوباية قهوة بسرعة. قهوة وشاي وبرشام وسجاير، أنا مش عارفة الليلة الطويلة بتاعتك دي ما بتخلصش يا أبلة. بصي يا أبلة بقى، أنا هعمل لك لقمة ترمي بيها عظمك أفيد من كل الكلام ده، إيه قولك بقى؟ امسكي. أنت هتبيع عليا فيه؟ يلا شيليه. ده واجب مني عشان أصالحك بيه. حكيم أنا عارف إنك مقيارة مني من المرة اللي فاتت. بس ده أقل حاجة تعملها معايا بعد عملتك السودة. يا بنت ما يبقاش قلبك أسود كده. بقولك إيه؟ ايه؟ مين الموزة اللي كانت لازقالك دي؟ فوتنا؟ اسمها فوتنا؟ دي فوتنا قوي، فوتنا خالص، فوتنا على الآخر. البيت دي سكتها ايه؟ بتحب واحد من صغيرها وبتموت فيه. ايه المشكلة؟ ننطره وندوسه. انسى، ده باشا ومعلم وجامد آخر حاجة. البيت معلم على نفسه، هو في معلمين غيري في البلد دي ولا ايه؟ انا هنا المعلم والباقي كله زباين. قلتيلي بقى اسمه ايه الزبون ده؟ اسمه افندينا. افندينا، يا محاسن الصدف. ما لقيتش غير ورقه البفره اللي تقول فيها الكلام ده. هي افنديهم ومالها ورقه البفره ده؟ حتى في الخير. بس انت جيتي بسرعه قوي، انا قلت يعني هتتقالي شويه تقابلي فيها كده، بدأتي واقعة. هتقل أدبك، هقفل السكة ومش هتسمع صوتي تاني. وليه بقى اللون ده؟ هتخليني أغير رأيي فيكي كده. ممكن أعرف إيه معنى الكلام اللي أنت كاتبه ده؟ عربون وصال وفتح سكة محبة وربط كلام. ومش شايف إن الطريقة دي قديمة شوية؟ أصل أنا غاوي طرب أصيل. يعني ناوي تغني علي؟ لا يا حبيبي، ماليش فيه. ايه رايك في عاده شاعريه قديمه من بتوع زمان؟ مش عارف ليه طالبه معايا اقضيها معاك ابيض واسود. وماله، نقضيها وانت ونصيبك بقى، يا تبقى ابيض يا تبقى اسود. يتوب علينا ربنا. باي. أنا تعبت ومش عايزة صوتي يرجع لي تاني. أنا عايزة أضمن إني ما ترميش في الشارع. أنت بالشكل ده بتهدي كل اللي بنبنيه في علاجك. إحنا كل ما نتقدم خطوة نرجع 10. ليه كده بس؟
مدام كرامة، أنت في حاجة عايزة تقوليها ومكسوفة؟ يا بنتي خرجي كل اللي جواكي من غير قلق ولا خجل. يا بنتي انت ست مكتملة الأنوثة وحلوة كمان. كرامة يا بنتي، الأنوثة مش دلع وكلام معسول، الأنوثة هو إحساسك بنفسك، إحساسك بذاتك. سعد بيدلعني وبيبقى لطيف قوي معي، وساعات مش بلاقيه خالص وكأنه مع حد تاني. أفهم من كده إنك شاكة إن جوزك على علاقة بحد تاني غيرك؟ صرحيني عشان أقدر أساعدك. ها؟ ياريت تثقي فيا، إحنا قربنا قوي. صرحيني يا بنتي، انت خايفة من ايه؟ اتكلمي. اه ايه ده؟ سعاد كنت فين كل ده؟ ما ترد على الحاجة، قولي لها كنت فين؟ اشتغلوني اكتر، اشتغلوني، فهموا انكم ما تعرفوش. ما نعرفش ايه يا اخوي؟ هو في ايه؟ في ايه يا ام سعاد؟ في انكم لبستوني عم صح عم الحاج، الوسطوها وعملت شويتين بتوعكوا لحد ما جبتوا رجلي في جوازها طلعتوا منها بالقرشينات. ما تلم لسانك يا اخينا انت، اقف مع ابوك واتكلم عادل. لم قلت نفسكوا شويه بقى ولم بنتكوا بدل ما ترموا بلاقيكوا على الناس المحترمه. الكلام ده بقى دول روحك مش ليهم، سيبهم بقى يا اخي في اللي هم فيه. مش كفايه متكومين في اوضه واحده فوق بعضيهم وبيداروا من بلاوي الدنيا اللي مستنيهم؟ انا كنت عايشه عمري كله وسطيهم وراضيه باللي انا فيه، ويوم ما خرجت ونزلت اشتغلت عندك أول كلمة حلوة سمعتها وقلت خلاص هرتاح من الهم والقرف اللي أنا فيه وهو ده اللي راجل. ويوم ما حبيت تاخد اللي نفسك فيه سبت لك روحي وقلت ده اللي راجل، لكن أنت بعتني رخيص قوي. بس أنت بعت نفسك أرخص بكتير، أنت اللي راجل ولا حتى تستحق تبقى ظله. اخرجي أنت نسيتي نفسك يا بنت ولا إيه؟ ستجيبك منين؟ شمال يا زبالة. أنت بتتوه ليه؟ اللي حصل يا ام سعاد ريحيني وقولي لي في ايه. بدل ما تعمل فيها راجل قوي كده وتمد ايدك عليا، بص لروحك في المرايه وقول الكلمتين دول لنفسك. انت اللي عرفتني السكه الوسخه دي بعد ما رميت لي زي الكلبه الجربانه اللي مش لاقي حتى عظمه تاكل بيها الغلابه دول. انت اللي عرفتني سكه ام ساميه دي. وبعدين هتفرق معاك ايه يعني ان انا ماشيه عدل ولا حتى ماشيه شمال؟ قال لا يا اخي انا محتاجه. انت والجوع بقيت عليا لغايه ما بعت اللي اقدر عليه، لكن انت الدنيا ادتك العلام والشغلانه اللي تاكل من وراها اشتهد وحلال، وسبت كل ده ودورتها شمال. ولا نسيت بقى يا متر ان انا كنت بشتغل عندك وعارفه كل اللي فيها يا بتاع العدل والقانون؟ انت مستغرب ليه كل ده؟ دي نتيجة طبيعية جدا لأي حد بيتعاطى العقاقير دي. بس انا عايزاك تبقى عارف حاجة كويس قوي، اللي بيدمنوا الترامادول دول كلهم في كفة، واللي بيدمنوا نوعية المخدرات التانية في كفة تانية خالص، بس في النهاية كله بيتساوى في قتل النفس. وهو في كفة لوحده بقى عشان كيمياء؟ مش بس علشان كده، عشان عامل زي الوبا بيخش كل البيوت. شايف سواقين التكاسي والاوتوبيسات اللي ايديهم ما بتتشالش من على الكلاكسات، وشايف العيال واقفه على طول في الشوارع بتتخانق؟ هو ده الترامادول. بيني وبينك الولد خايف يجرب يبطل فيروح للهيروين. ده اعتقاد خطا جدا، ده لان الترامادول اسهل ان هو ممكن يخرج من الجسم، خصوصا ان هو مش زي المخدرات التانيه ولا زي العادات المميته اللي في حياتنا، السجاير والشيشه والعادات السلبيه اللي بقت على طول حوالينا. دكتوره ليلى، انا عاوزك تقابلي الولد ده.
طبعا يا حضرة الضابط، بس انا مش فاهماك، انت ليه مصر انك تساعده وانت ما تعرفوش؟ بيني وبينك خايف، خايف قوي من الخطر اللي جاي. انا برضه عندي عيال. طول عمري غاوي سمك، لكن ماليش خلق على صيده. حكم الصيد ده موهبة من عند ربنا. انت عارف يا خميس، وانا صغيرة كنت احب اجري تحت السما وافضل باصة للقمر وابقى شايفاه كده هو بيجري وراي، كنت اقع واتكعبل والعيال تقعد تضحك عليا، بس انا بقى كنت ببقى فرحانة قوي. عارف ليه؟ لاني كنت ببقى حاسة ان انا لو شبيت شوية حلمس القمر زي كده غاوي سمك، بس مش عارف تصطاده. لا انا ما قلتش مش عارف، انا قلت ماليش خلق على صيده، انما محسوبك بقى غاوي اساسا واللي يجي بالبحر. وانت دماغك على طول حتفه شمال كده؟ اذا كانت الدنيا كلها حتفه شمال جت عليا انا بقى لعبد الغلبان. على فكره انا عارفه انت عايز مني ايه، ولعبت لعبه الورق وجبتني هنا ليه؟ شوف شوف، اصلك انت تحب تعمل كل حاجه بمزاج. حصل. حتى بقى لو جوازه مفروض عليك. مفروض عليا ولا مؤاخذه يعني ما عندكوش مرايه في بيتكم؟ اصلها مش بالجمال ولا الفلوس، دي مصالح بتتلاقى، عامله كده زي ما تكون مفصلات لازم تتعشق ببعضها، وانا بقى مفصله من دول. غريبه انت برضه. انا شوف يعني شفتك كام مره لحد دلوقتي، يعني مرات قليله بس، يعني بعض سواعي كده اشوفك حاجه وبعض سواعي تانية اشوفك حاجه تانية، يعني واول مره ما بقاش عارف اجيب اخر حد. محدش له اخر يا خميس، كلنا كده عاملين زي التعبين، نحب نغير في جلدنا، وده مش شر، دي طبيعه زمن بنعيشه. بس انا بقى راجل ما احبش حد يفرض عليا حاجه. العمروتي اللي هو ابويا كان شايف كل حاجه من حوالينا، كان عارف بقى مين اللي هيبقى على وش القفص، اختارك انت من وش القفص عشان كان عارف ان انت اللي هتكمل مسيرته وانت الوحيد اللي هتأمن بنته. بس ده رأي العمروتي ابوكي، انا عايز رأيك انت. اول ما اعرف هقول لك يا افندينا. يتوب علينا ربنا. ده دي صبت، ده بقى بينعش المخ ويعلي ادراك الحس. قلبت حالي وسايبنا لالي، جرى ايه يا غالي ما تحس بيا، راضي على ابن النوح اول ليلة؟ ما انت عارفها بحالات ودماغها ضربة حبتين يا برنس. عمال تتدلع وولع قلبي بنظراتك، ما تقولها يا سيدي وتنطق يا جميل وحياتك. عمال تتدلع وولع قلبي بنظراتك، ما تقولها يا سيدي وتنطقها يا جميل وحياتك. كل حاجة بالخيلة. اسمع
مري خد خرفوش واتفق معاه على النقطه ونزل له كام رزمه من المكتب خليه يرمي. اوامرك يا برنس. بقول لك وبالمره نزل كام ازازه على الترابيزه. ده ضارب ازازتين لحد دلوقتي لا يتقلب مننا ويموت. جويا شلبي. اجو يا برنس. ما تحس بيا هواك تاب والشوق جاي حرام تسيبني في الحاله دي. ما تبص بصه ولا انت لسه ما حسيتنيش سايبنا حبك وادوب في قلبك يا دوب سيبنا حلفاؤك خانوك يا أفندينا كل حلفاء. القهوة فارت 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 فارت. ايه ده؟ انا فين؟ الحاجة ضوية في خميس. انا اللي جابني المطبخ. مفاجأة يا بنت بالنسبة لك مش كده؟ شو؟ أنا مش قلت شغل المرقعة والمياصة ده مش عايزاه في بيتي؟ خلاص؟ قلعت برق الحياة؟ إيه ده؟ كرامة؟ إيه؟ خرست ليه؟ ما تتكلمي. أصل أنا كنت بمشي وأنا نايمة يا حاجة وبعدين المعلم كان عالجني بس الظهر إن الحالة رجعت لي من تاني. نعم يا روح أمك. إيه ده؟ وإيه العبارة؟ اسأل مراتك. مسكينة يا خال مش طلعت بتمشي وهي نايمة؟ الحقني يا معلم مش الحالة رجعت لي من تاني. حالة؟ تاني؟ الله لا إله إلا الله. احنا مش كنا علمنا الحكاية دي؟ أصلا كان بيجي لها داء كده تمشي وهي نايمة بس احنا عالجناها لكن الظاهر ان الداء لسه قافش فيها. هو لسه قافش فيها بس ربنا هيشفيها ان شاء الله. ادعوا لها. امين يا رب. ارقيها يا حاجه ارقيها. عجبت لك يا زمن يا مسهل. ايه يا براء يا ترى جاي كده فاضي ولا عندك اخبار تفرح؟ ابويا يا ستي هيتجوز بس هعمل حفلة مزاجي عالي قوي. انت شكلك سكران وجاي تكمل عليا. يا ساتر ده بدل ما تقولي لي مبروك عقبالك. هو انت ناوي تعملها تاني انت كمان؟ وليه لا؟ عيب يعني ولا حرام؟ ده انا اعملها تاني وتالت ورابع لو حبيت مش حق الشرع. ده اسمه ايه ده؟ بقولك ايه ما تهدى عليا شويه اوعى مخك يحدفك لحته شمال لحسن هتلاقي نفسك طاقش في حاره سد. وليه الجو الغامق ده؟ مش كنا حلوين مع بعض وقلنا هنبقى جيران ونفتح البيبان على بعضيها؟ ده حتى بيقولك الجار اولى بالشفر. احنا اصحاب مصلحه واحده وبيننا طار مشترك وانا معاك كتف بكتف لحد ما نطلعه من عين افندينا. ماشي يا روما يبقى مبروك على ابويا العروسه ومبروك علينا يا فندم.
سلمت عقلك من الطيران، اوعى تقول على نفسك كده تاني. ده انت زنت الرجاله ونورتهم كمان. اتكلمي شو يا راجل، بالراحه عليا شويه، الخضه مش كويسه للي في سني. وبعدين ما انا بتكلم اهو، هو انا من ساعه ما دخلت الاوضه بطلت كلام؟ شو انجزي، ما تخنقونيش. بنجز هنجز وجايلك في الكلام. اخصى عليك، هو انا كنت امتى خبيت عنك حاجه؟ اصل انا وانا ماشيه رايحه للمطبخ لقيت اختك وخميس عمالين يتودودوا في الكلام، وبعدين فجأة كده لقيتهم بيقولوا اسمك في وسط الحكاية، فقلت لازم نعرف هما بيقولوا عليك ايه. وكانوا بيقولوا ايه؟ ملحقتش، خايبة دخلة تسحب وقمت متكعبلة وحسوا بيا. بس انت عجبتني قوي انك دخلت معايا في اللعبة، ده انت سلبتني كده من وسطيهم. ايه؟ هتفضل قاعد كده زي الددبان؟ مش هتيجي ننام؟ نام؟ نام ايه؟ وانا عاد بيجيني نوم؟ ما انت مطيره النوم من عيني. ليه؟ كل ده علشان خايفه عليك وعايزه اطمن. لا يا حبيبتي مش عشان تطمني، عشان التقليعه الجديده اللي انت طالعه لي فيها اليومين دول، كل ليله تنامي وتديني ظهرك، وانت عارفه ان انا النوم بيعصاني وانا مش في حضنك. طب تعالى كده، تعالى وريني النوم هيعصاك ازاي النهارده. هات يا جمال يا رب يا رب. ضربة معلم بصحيح. عيب عليك يا حاج، ده انا ابنك برضه. لا حقيقي المرة دي عجبتني قوي. ايوه كده، خليني احس ان انا مخلف راجل بحقه حقيقي. كوتشين صباح الفل يا معلم. بس خلي بالك دي علمة، يعني بمية وش وبمية كلمة. على نفسها يا حاج، ده انا براء النوح فضلت وراها لغايه ما خليتها زي العجينه بين صوابع دول. رمانة وبدران هما اللي في ايديهم حبل يا فندينا، لو قفشت الاتنين يبقى قفشت طرفين الحبل. شد من هنا مره ومن هنا مره، هو بقى يفرفر في النص. يبقى نكب المرجيحة ومرجحني يا معلم. أيوه. اشتكني يا معلم. انا شقلعها. مش قلت لك ضربة معلم؟ يخرب بيتك نشفتي دمي مرة، من نفسي انشف لك دمك. يخرب بيتك، اسكتي خالص، تعالي هنا لحد يسمعك. تعالي. انت بنتي بتقلديني ولا ايه؟ شكلك سمعتي حاجة. رمانة ايه؟ الكلمتين اللي قالتهم للبت سعاد عروني قدام نفسي. عرفت من روحي يا اخي من اللي انا عايش فيه. هو انا وحش قوي كده خميس؟ خميس خميس خميس، اصحى وقف. انا وحش قوي كده؟ مصيبة بدر الله يكون ضميرك صحي كده يا ابني، شغلنا هيقف ومصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي، انت حلو وجميل وجميل قوي. مش هو حلو؟ هو مين؟ النهار ازرق على الدماغ الخفيفة، واحنا لسه ابتدينا، لا يدوب خمس ست طقم اللي شربناهم. الرجالة راحت فين؟ على وصول. يجوا بالسلامة، يجوا بالسلامة يا بغاشي. هو انت بتخلينا نضرب في اي وقت كده؟ يا ابني دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى، لا تطير منك وتفك. واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومه تعرف قيمه الدماغ كانت فكتها علينا شويه وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم بيتكلم بيتكلم، وفي الاخر كله شمال.
ايوه كده ازم ازم يا كبير واصطبح. الرجاله جم في السكه. وصلوا بالسلامه ان شاء الله. وصلتك الامانه يا بجوشه؟ طمنت على الاصوات؟ انت خيرك ما غرقنا يا باشا، بس في حاجه صغننه قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف ومصيره يكبر ويبقى اكبر منك كمان. ايه خير؟ عندك انت كمان مشكله ولا واحده عايز تديها استماره سته زي حبيبنا اللي ضميره صحي؟ احنا يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحه الابديه. اهو ده الكلام. سامع يا متر؟ بقال الله يا حبيبي. هاتك الباقي جعل اخر الاحزان ان شاء الله. ممكن اكشف حاجه وحشه. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو انا مت؟ يعني ما حدش قال لي. ايه الاخبار؟ هقول كده ولا في خنا لوحدينا انا وانت؟ قول عادي. بدران ده في مقام ابن اختي. ابن اختك؟ الصغيره ولا الكبيره؟ المتوسطه. اه يا ابن المتوسطه. ايه العباره؟ ست شهور. مالها؟ انت الطاقه صاحبي يخصك وبتنكش وراك يا كبير. اه صحيح، الست شهور بتروح لست بتاع الدجل وشعوذه ساكنه في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مره شفت معاها الست كرامه، بس نسيت اقول لك. مش دخل ده في كلام بجاشه يا متر. لا، ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطره مرات براء النوح. مطر مراد بران نوح. تمام يا ياسر بيه. والمصحف انا ما عملت حاجه، انا بتاعت شويه بخور وحبه حبس سكنات وان ما نفعوش ما يضروش. انا جايه ليه؟ ده انا غلبانه يا بيه. يا وليه افصلي، انت ايه مكوك؟ يا باشا انا حنتومه سقسقه بتاعت حنتوش منتوش طربوش منفوش، ولو لازمك عمل يكشف لك المجرمين ولا يربط لك اللي مضايقينك ولا يحنن قلب البيت عليك ولا يحلهم عنك. أنا في الخدمة، أنا في الخدمة يا باشا، أسعار مغلية ما تحلمش بيها. لو ما سكتيش مش هتخرجي من هنا. يا ولية اخرسي ولمي نفسك وشوفي الباشا عايزك في إيه. أنا خدمت الحكومة. في نسوان بتجيلك؟ لا لا يا باشا، أنا ماليش في السكة دي خالص. آه أنا ست شريفة وبتاعت بركة، إنما لو لازمك يا باشا أنا ليا حبايبي اللي يخدموني. يا ولية لمي نفسك بدل ما أديها لك على وشك. طبعا غلاب يا باشا. هنتومه هي كلمه ورد غطاها، هتتعاوني معانا ولا لا؟ هنتومه سقسقه في خدمه الحكومه. تعرف يا عمرودي، انا في حياتي دي ما احترتش غير في اتنين، وانت اولهم. ومين تانيهم؟ خميس. فارق يا حبيبتي، العمارطه ما بيحتروش في حد، احنا اللي بنحير. لما قربت منه واتكلمت معاه لقيت في حاجات كتير قوي شبهك. عرفت ساعتها انت ليه اخترته المشروع جواز. كويس قوي انك لسه فاكره ان ده مجرد مشروع، وانا ما بحبش اعمل مشاريع تفشل ابدا. طبعا على الاقل بالنسبه لك. اللي قولي يا عمرودي، اشمعنى يعني خميس اللي اخترته المشروع جواز المره دي؟ شوف يا فارح حبيبتي، كل ملكه بيختاروا لها ملك يتجوزها من نفس الدم ونفس النوع وبيبقى ملكها، وانت بالنسبه لي ملكه هتورثي كل المملكه دي.
عشان كده انا اخترت لك خميس، عشان عنده نوها وفاهم اللعبه كويس، وهيبقى من ايدك دي لايدك دي. صحيح في فرق في المستوى، انما احنا بنروض وندرب وبنرفع المستوى، وانا عارف كويس انك عمرك ما هتنسي ان ده مجرد مشروع. ربنا يستر. شرابية! انت يا وليه اللي اسمك شرابية! خير يا معلم خير، مالك بتزعق كده ليه؟ انا اسف مش هزعق تاني. انت هتحاسبيني يا وليه ولا ايه؟ العفو يا معلم العفو. طب امرني. فين ستك شو؟ انا شفتها خارجة من شوية. خرجت راحت فين؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ ما قالتش حاجة. يعني ايه ما قالتش حاجة؟ انت اكيد عارفة ومش عايزة تقولي. الله، مش هقول ليه يا معلم، هو سر يعني؟ هي قالتلك ما تقوليش حصل ولا ما حصلش. انطقي بقى بدل ما هبب عيشتك نقدر. جرى ايه يا ابو سنة؟ هو انت مش قادر على الحمار جاي على الغلبانة دي؟ خش دلوقتي يا شرابي. يبارك لك يا حاج. يبارك لك يا حاجة. ما انت اللي بتدلعيهم. دي غلبانة دي مية بتاعتك تبني. بلاش غاغة ملهاش لازمة. لما ترجع مراتك ابقى اتخانق معاها زي ما انت عايز. يا ما قلتكيش طب رايحة فين؟ اصحاب العقول في راحة. رجالة اخر زمن. ماشي يا شو. ماشي. طب صحيح ده ولا انا بحلم؟ سي خميس اقرصني علشان اتاكد من الكلام اللي بيحصل ده كله بصحيح. يا بنت ما انت شايفه وسامع بعينك اهو. ايوه بس مش قادره اصدق ان دي الشقه اللي هعيش فيها مع افندينا. يا بنت بقى بطلي هبل بطلي هبل. فوقي بقى وصدقيني. قلت لك صدقيني وانت ما كنتيش مصدقاني. ده انت من ساعه ما ندهتلي سبت اللي في ايدي كله وجريت. حتى ابو سن سبته نايم وخرجت. انت عملت فيا ايه؟ وانا من ساعه ما شفتك وانت مخيشه في نفوخي على الاخر. مخيشه في نفوخي على الاخر. لكن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كان ناقح عليا قوي. هو ايه ده يا اخويا؟ ضميري. ده تديله بالجزمه. حاولت ياما. يا ماما انت مهما كان برضو مرات الخيال. ده انا من ساعه ما شفتك وانا مش طايقه لمسته على لحم السرير. سكاكين بتقطع في جدتي. الاوضه بقت سجن يا سي خميس. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلص من الليله دي نضيف نضيف. تخلعي منه نضيف نضيف ونوصل الود اللي بيني وبينك نضيف نضيف. عشان انا راجل احب الشغل يبقى نضيف نضيف. احب الشغل يبقى ايه؟ نضيف نضيف. ويتوب علينا ربنا. سهله. انت تطلقني منه وتتجوزني انت وانا اعيش خدامه تحت رجليك. هيحصل بس انا اصلي لسه خارج وبلطش في الدنيا وليا اعداء ياما واقفين لي زي اللقمه في الزور. اولهم الواد براء ابن نوح. ولازم نخلص منهم عشان نبتدي نوصل ودنا نضيف نضيف. صح. خلاص ما توزع عليهم راجل من رجالتك يخلص عليهم. وبعدين انت يا مكتر الرجاله اللي تعوز تخدمك. بس ده غشم. ده غشم. وانا ماليش في الغشم. انا عندي ترتيب تاني وممكن انت اللي تساعديني فيه. وانا ملكك وبين ايديك. هيحصل. هو انت على طول مستعجله كده؟ بالهداوه بالهداوه عشان ناخد دورنا. خلاص اؤمرني وانا نفس. انا عايز مطره مرات الواد براء تبقى في حبك وانا مد ايدي والوفه ويتوب علينا ربنا. ايوه بس انا هجيب لك مطره دي منين؟ صحيح. تجيبيها منين يا شو؟ تجيبيها منين يا شو؟ تجيبيها منين يا شو؟ حنتومه. ده حنتومك انت.
لحنت امك وانت الصادقه. يتوب علينا ربنا. يا استاذ استنى، يا استاذ استنى، رايح فين؟ ايه ده يا استاذ؟ ده انت خدت كده ازاي؟ وايه اللي في ايدك ده؟ والله يا استاذ غصب عني، ده قال انه جاي معاك مزقني وراح داخل عليك. هنقعد نرغي طول الليل يا متر ولا اخش في المفيد ونخلص؟ روح انت دلوقتي يا نوفل. حاضر. وقف الباب وراك. حاضر يا استاذ. نعم، عايز ايه؟ مش انا اللي عايزك، المعلم هو اللي عايزك. معلم مين؟ مش عارف المعلم مين يا متر. ومعلمك عايزني في ايه؟ لما تروح له هتعرف. اروح له فين؟ طب كتف المصلحة عقبال ما اجيلك. يلا سلام. شفاعة؟ على فين يا ست الكل؟ انت مالك انت على فين؟ انت بترعبني ولا ايه؟ لا براقبك ولا بتدخل في اللي ماليش فيه، انا كنت بقضي مفتاح للمعلم فشفتك، قلت اطمن يمكن عايزه حاجه كده ولا كده. لا مش عاوزه حاجه، انا كنت بزور واحده معرفه وخلاص. ماشي. انت رايحه ولا راجعه يا ست مطر؟ خليك في حالك. حلو قوي الكلام ده. الحساب يا ابني. مش ده اللي انا كنت منتظره منك يا خميس. اللي عايز ينجح ما يبصش لورا ولا يدور في دفاتره القديمه. انا زحت النوح من قدامك في السوق وكبرتك عليه. اطمعش بقى في اكتر من كده. ده مش طمع يا باشا، والله ما طمع، ده استرداد حق. هبقى كبير ازاي وانا مش عارف ارد حقي؟ شوف يا خميس، اللي عايز يكبر مش لازم يستهون باي حد قدامه، لازم يقيس قوته كويس عشان يعرف يتعامل معاه. وخلي بالك ان النوح ابن كار، فاهم الشغل كويس ومفطب ولاده وعنده عزوه وعنده رجاله، يعني مش سهل. طب يا باشا، هو مش فيه لمؤاخذة يعني خرفان بتترمي للحكومة؟ بس النوح مش واحد منهم. ما انا ما كنتش واحد منهم وعملها معايا. ما هو خد جزاته، وانت شفت انا عملت فيه ايه. باشا انا مش عايز حد يزاحمني في السوق. مين ده اللي يقدر يزاحمك في السوق وانت هتبقى جوز بنتي؟ يتوب علينا ربنا. ما تسمعلوش المرة دي يا خميس، العمروتي عايز يكسب الكل ويأمن نفسه. سواعي اسمع له وسواعي ما تسمعلوش. حيرتيني يا حجة. لا حيرتك ولا حاجة يا ابن بطن. الصح انك تسمع للكل وتاخد اللي يفيدك. العمروتي عايز يجوزك بنته، قلنا وماله، ألف مبروك. لكن يحط لك النوح قتب ورا ظهرك، ده اللي ما يلزمناش. وكمان عايز أقول لك حاجة، السوق زي المخدة ما يستحملش اتنين حلوين. السوق زي المخدة؟ ايه البق ده؟ حلاوتك يا حاجة. اياك تكون فهمتني وقريت اللي في دماغي. قريت قريت قريت. بقى العمروتي الباشا عايز يرميني في السوق ويكبرني، بس في ذات نفس تلك الوقت يحط لي النوح على الخط كده يسخن بعبع يخوفني بيه، على اساس لو انا قلت معاه وما سمعتش كلامه يقول له يسخن فتلم انا بقى واسكت. قال يبقى لازم تخلص من نوح يا خميس. طلب البضاعة يا كبير. دي مش طريقة دي يا معلم نوح. ما انا جاي لك اهو بمزاجي. الراحة الراحة يا متر، دي مجرد اجراءات امنية. هي دي برضه الاصول يا معلم نوح. ما قلنا اهدى على نفسك شوية لا تقلق عرق. انتوا عايزين مني ايه يا معلمين؟ كل خير. مش باي. شوف يا متر، انت لو نظفت ودانك وسلكت مخك اخرتها هتبقى خير ان شاء الله، بس انت ما تقاطعش. بدران انت راجل عملي وده اللي بيعجبني فيك، عشان كده انا هخش في المطلوب دغري. انت تلزمني يا بدران. اشمعنى؟ انت هتستلوح من اولها ولا ايه؟ كلام المعلم واضح زي الشمس. ما انا بحاول افهم الشمس دي بتطلع منين يا معلم رائع. ما انت لو كنت صنفرت دماغك كنت فهمت شمس بلادك تطلع منين.
انت هتاخد قد ما بتاخد عند افندينا تلات اربع مرات. ومن غير ما نعرف هو كان بيديلك كام؟ يعني انت اللي هتحدد وانت اللي هتورزق. شفت بقى يا متر؟ احنا عايزين نعمل معاك الصح ازاي؟ طب يا معلم لو عندك قضية هات لي ورقها دلوقتي وانا هدرسها انا لو عندي قضية كنت جيت لك مكتبك بنفسي، ما كنتش هجيبك لحد هنا ولا مؤاخذة بالطريقة دي. خليك دغري يا معلم زي ما قلت. انت لو لفيت الدنيا دي كلها على كعوب رجليك عشان تلاقي ناس سالكة زينا مش هتلاقي. احنا علامة مميزة، المعلم النوح وولده. اوعى تفتكر ان انا زعلان منك عشان طلعت افندينا من قضية قتل ابن الشهيد. بالعكس، انت اديتني فرصة اخد طاره بايدي مش بايد الحكومة. انت عايز ايه مني بالظبط يا معلم؟ رقبة افندينا. انت لحقتها قبل حبل المشنقة، المفروض بقى تكمل جميلك تسلمها لي. مش هو ده برضو العدل يا متر؟ انا مش قادر افهم انت ازاي مأمن لراجل زي ده. ده كلب افندينا يا حاج وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. احنا في خطر يا براء، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجه هتضيع مننا. نفسي افهم انت قلقان من ايه بالظبط يا معلم؟ ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصوره. انا حاسس ان الباشا هيسلمنا الخميس زي الخفان، وانا مش ناوي ابدا اناولها له. عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحه انا ما بقتش فاهمك يا حاج، شويه تقول لي سيبها وشويه تقول لي ارجع لها، هي ايه الحكايه بالظبط؟ يا دي افهم بقى، بنته دي هي الشوكه اللي هنحطها في زوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟ بس دي ما تنسكش اللعبه التانيه. لعبه ايه؟ الرمانه. رمانه. رمانه. خش يا اللي بره. اديني خشيت اهو اللي جوه. ايه يا توره؟ مش رايح نفسك شويه يا حبيبتي؟ قدامي موضوعين بنزلهم عشان نصورهم، انا عارفه ان اللي معاك خلص وده موسم. حلو. شوفي بقى، الامتحانات دلوقتي بقت على الابواب، وانا عايزك تركزي عشان تفهمي دروسك اللي قدامك دي. ما تخافش، انا تمام وبقيت اقدر اطبق يومين ثلاثه. يا سلام. طب ما عملكش شويه قهوه؟ ما تعمليش حاجه، تصدعني وخلاص. شكرا يا بابا. العفو يا بنتي، ربنا يقويك على اللي انت بتعمليه. بصي انا قاعد بره، لما تخلصي اللي بتطبعيه انا هاخدهم منك اتبسهم واجمعهم. ماشي. يلا. الو. ايوه يا منى. بقول لك ايه، انا شكلي اتعودت على الحبوب الهباب بتاعتك دي. ايوه بتصحصحني، بس انا مش عايزه اعود نفسي عليها. دبريني قولي لي اعمل ايه. يعني نص مش هيأثر؟ طيب ماشي، يلا سلام.
كل سلطه يا معلم. سلطه. شكرا. سلطه يا حبيبي. شكرا. خد بلع يا معلم، ده من فرنسا. يسلم ايدك. كنت حته اللحمه دي وبابا، حته اللحمه دي وبابا. والله انا وشيف، انا وشيف ابو. وفي ايه يا باشا؟ مفيش يا معلم. دي هديتي للعروسة، ألف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. تعيش يا باشا، ربنا ما يحرمناش منك. ودي هديتي لأحلى عريس. تشكر يا فندينا. حبيبي. وده لحبيبي. إيه دي النقطة؟ حسن، طول عمرك حسن يا معلم. ده شيك بنص المصلحة اللي خدتها منك. ما تلزمنيش. أنا أصلي راجل تعودت إن أكسب من عرق جبيني. أوه برافو برافو خميس، طول عمرك تبهرني بسهامتك. نتعلم منك يا باشا، نتعلم منك يا باشا. طبعا طبعا يا باشا، طول عمره بيبهرك، طول عمره بيبهرك. صح. أنا بقول يا معلم، هتقضي شهر العسل فين؟ باشا يا باشا، شهر عسل إيه؟ خلاص بقى كبرنا على الكلام ده. لا 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 يا فندم. ما تقولش كده على نفسك، ده فال مش حلو يا معلم. اللي اخت بتاعي مستنيك في الجونه بكل اللي بيشتغلوا عليه تحت امرك. يا سلام عليك يا باشا وعلى حنيه قلبك. للدرجه دي بتحب المعلم النوح؟ قد انا ما بحبه. هو في الدنيا عريس هيبقى غالي على قلبي زي المعلم؟ لا طبعا، ده اغلى الناس، ده ماكسيمم يدبح لك 100 جمل. انا يا جماعه متشكر قوي، بس انا لا 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 انا مش فاضي الكلام ده، انا عندي الشغل اهم. شغل ايه بتاعي يا معلم؟ خد وقتك زي ما انت عايز. على اخر اقل الراجل يكون وضب حاله ولم اعزاله عشان يرجع بيته اللي انت عايش فيه دلوقتي، وانت تكون وضبت حالك وتشوف لك بيت جديد. راجل ايه؟ الراجل بتاع الكفته اللي ورا ده؟ لا، الراجل بتاع الكفته اللي قدام اللي انت قاعد في بيته، مش كده برضه ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. صحة العريس بقى يا خميس. صحة أحلى عريس. إيه اللي العروسة دي أدابها وحش؟ دي عروسة فقر. طمني يا دكتور، إيه الأخبار؟ هو كان أخد حاجة عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجة؟ حاجة زي إيه يعني يا دكتور؟ معاك أنت حاجة؟ ها؟ مفيش حاجة يا دكتور، ما تاخدش على كلام، وصله تعبان شوية. عموما واضح ان هو تعرض لانفعال مفاجئ، بالاضافة لإذا كان خد حاجة يعني، فعملت له هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. عموما الحقنة اللي خدها هتخليه كويس جدا ان شاء الله. يا رب. يعني ايه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا ايه؟ يا بنت اتكلمي شوية، شهر عسل ايه وبتاع ايه؟ لا لا لا، شهر عسل ايه؟ مفيش الكلام ده خالص. ايه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح. يا بختك يا سوريا. يا بنت تبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر اهو اتبطيت. اسكتي يا بنت الدويه. اديني الحبايه، سلامتك يا معلم. الف مليون سلامه عليك يا اخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين، وعين كبيره قوي. خدتوها على ايه يا اختي؟ العين الكبيره قوي دي بقى الحاجات دي بتتنزل. دي خيبه القمر راكبها جمل. شايف مراتبتك بتلقح عليا بالكلام ازاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما بقوم. اصبر عليك اما تقوم. بقوم. والله طلعت قد القول يا باشا. اللي عمله العمروطي الليله كيفني وعلاه في نظري ياما. يعني الكلام بقى اللي قلناه المره اللي فاتت. لا، في شغلتنا دي ما تأمنش لصوابع ايدك، بس اللي يعمل الصح يستاهل كلمه في حقه. ايه رايكم بقى ان انا مش مطمن الحكايه دي لغايه دلوقتي؟
ازاي النوح يسيب بيته بالسهوله دي؟ اكيد الحكايه دي وراها مصيبه. ليه يا خال؟ هو انتوا مش برضو سبتوا البيت بالسهوله دي؟ اشمعنى بقى؟ انت بتعايرنا يا خميس ولا ايه؟ انا بفكرك بس. مصاريفنا كانت بره خميس وكنا لازم نلمها، والنوح حط السكينه فوق رقبتنا. انت اللي سلمت رقبتك يا خال. ما تزعلش مني. هي محشوره في زور اصلها واقفه من ساعتها، مش عارف ابلعها. كان نفسي توقف له بدل ما تطيله. ما تطيله؟ ما تحاسب على كلامك يا خميس. ما تضيعوش فرحتنا اللي ما تتقدرش عشان خيبت زمان. خلونا في مكسب الليله. يبقى احسن برضه. ماشي يا حاجه. ماشي. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين عليك، يا صباح الورد على جناين مصر كلها. خلاص يا حنتومه، صبرت ونولت، الدنيا كلها فتحت لي ايديها. الحلم فاضل له تكه ويتحقق، والتكه دي في ايدك انت، وعشان خاطري بقى تكملي جميلك معايا. بالراحه على روحك شويه يا ست شوق وفهميني. هفهمك، بس لازم تعرفي ان اللي عملتيه معايا ده كله كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. كله بحسابه وانا تحت امرك. وبالنسبه للحساب اللي خدتيه مني قبل كده هتاخدي قده مرتين. قولي تلاته. شوقتيني. قولي لي بس انت عايزه اعمل لك ايه يا ست شوق؟ في واحده بتجيلك هنا اسمها مطره، عارفاها؟ طبعا عارفاها ست مطره، دي ست كريمه وايدها فرطه. افندينا له مصلحه عندها وقصده، وانا عايزاكي تقفي جنبي وتساعديني يا حنتوش عشان خاطري. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. الله الله. عيني، انا تحت امرك يا ست شوق. ده انا هفعصه، هعجنه بايديا دول وارميه لكلاب السكك. طب بالراحه وطي صوتك بس، انت هتفضحنا بصوتك العالي ده. خميس وسخ معايا يا رمانه، وسخ معايا على الاخر. فضل يدحلب للباشا ويتمسع في رجليه زي كلاب السكك لغايه ما نوله غرضه. يعني خميس كده خلاص حط ايده في ايد الباشا؟ حط ايده بس، ده ركب ودلد الرجليه يا ماما، ده بقى زي ظله معاه في كل حته. ودي اخرتها، عايزين يطردونا من بيتنا. سلامات يا باشا وحيات امه اللي يجي عليه الدور هو كمان. طب اهدى يا اخويا واقعد، لا يطقلك عرق، مش هنعرف نفكر بالعصبيه دي. هي ما فيهاش تفكير، هي خلصت خلاص. بص يا بنت الناس، انا بيني وبينك اتفاق وده وقته، وهتنفذي اللي هقوله لك بالحرف الواحد يا رمانه. انفذ ايه بس؟ مش لما اعرف الاول؟ هتعرفي كل حاجه. بكره هعدي عليك الظهر، هرسيك على الحوار كله. استبينا يا بنت الناس؟ استبينا. وحياتك اللي عامل لك في الحتة دي حتة صومعة، تبقى يعني استبن القط النوم، عشان يعني لو جينا في يوم من الأيام وزهقنا منها، ولو إننا عمرنا ما هنزهق منها حتى لو الركنة طولت فيها. قبل بقى كل ده مش تقولي لي عملت ايه؟ السؤال ده على فكرة فيه إهانة جامد ليا. يعني حصل؟ حصل وحصل وحصل، وكلها يومين ثلاثة وسرها هيبقى في عيب، وساعتها تمد ايدك بقى وتغرف زي ما انت عايز. يعني مالي ايدك يا شوق؟ طب مد ايدك كده وحطها على قلبي واسمع مزيكة حسب الله اللي شغالة جوه، بتقولك لو طلبت نور عيني مش هعزه عنك. ثابت ثابت. ايه دي لسه على المحارة ولسه بدري قوي على الروماتيزم ولا ايه؟ ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. يا معلم، انا عملت لك الشوربه والفرخه بايدي. يوه راح فين؟ يا معلم، يا سيد الناس، يا دي النيله. طب والاكل اللي انا عاملاه ده هيروح فين؟ يا معلم. في ايه يا سوري؟ يا اختي المعلم مش لاقياه،
عملت له الشوربه والفرخه وما لقيتوش، يعني هو اول ما يشد حيله يشدها بره؟ هيكون راح فين يعني؟ تلاقيه هنا ولا هنا ولا عنده مشوار. مشوار؟ في ايه يا موزه؟ في واحده عايزاك يا ست مطره. واحده مين دي؟ بتقول اسمها حنتومه. حنتومه؟ يا راجل حد يسيب عروسته يوم الصباحيه؟ انت باين عليك شطابت يا معلم. عيب يا باشا، ده الدهن في العتاقي. انا بس عدم مؤاخذه جاي المعاريك عشان افهم معنى الكلام اللي معاريك قلته. كلام ايه؟ انا بقول لك كلام كتير يا معلم. كلام اللي عن البيت. مظبوط يا باشا. شوف يا معلم، انا بديك فرصه كبيره قوي انك ترجع السوق وتصلح اللي ابنك عمله. وايه دخل ابني بموضوع البيت؟ ما هو مش معقول واحده زي سوريا تعيش في البيت ده وبنت انا تعيش في بيت في حاره. هذا مؤاخذه يا باشا، انا مش فاهم. وايه دخل الحلم الصغيره؟ ما هو انا بنتي هتتجوز خميس والبيت ده هيبقى هديه فرحهم منك. يا باشا انا شوف يا معلم، انا بعمل معاك واجب كبير قوي، هرجعك السوق وهرجعك بقوه. البيت ده عربون الوفاء والطاعة، ولا انت ليك رأي تاني يا معلم؟ لا يا اخويا، تجيب لي الطلبات اللي طلبتها وخلاص. سلام عليكم. ايوه يا اختي، وقالت لك ايه كمان؟ زي ما سمعت يا ست مطرة، أول ما شميت ريحة خيانة قلت أبداً لازم أجي أقولك. حكيم أنت خشيتي في قلبي وعششتي فيه من أول ما شفتك. والست دي تبقى إيه؟ مرات خميسة فندينا؟ لا، دي مرات خاله. لا يا شيخة. أيوة، وعينها لايدة عليه وبتجري وراه بالحنجل والمنجل عشان تجيب داغه وتوقعه في عتبته. أمال إيه يا ست مطرة اللي بيجيبها عندي؟ وقالت لك ان خميسه فندينا عايز مصلحه وعايزاك تبيعيني ليها. اول ما اديتني ظهرها شدت العبايه وجيت للجري. حكيم حنتومه سقسقه تحب الخير وملهاش في الشر ابدا. تشكري يا اختي وتسلمي. كلك ذوق يا حبيبتي، بتشكريني على ايه؟ انا طبعي كده، اعمل الخير وما استناش منه غير عرقي. دي حتى عرضت عليا 4 أضعاف اللي بتدهولي في الحجاب قصاد الخدمة دي، وأنا قلت أبداً ما أقدرش أبيع الست نطرة ولو ب10 أضعاف اللي هي بتدهولي. ده أنت أم الكرم يا أختي. وال10 أضعاف ده يطلع قد إيه؟ كلك نظر يا أم المصريين. عناية يا حنتومة. شاطرة يا حنتومة، لو عرفتي لي بقى افندينا كان عاوزها ليه تبقى خدمتني صح. انا خدمت القرش يا بيه، وماليش سكك تانية. لغيني تلاقيني، وطول ما بك عمران في صدري انا تحت امر الحكومه والبلد كلها. يا وليه ما قلنا لك هنديك اللي انت عايزاه، ركزي مع الباشا شوف هيقول لك ايه. امرك يا باشا. تجمعيهم عندك في البيت وتعرفي هما بيقولوا ايه، وشوق عاوزاه من مطره، واول ما تعرفي تكلميني وانا هعرف اجيبك زي ما بجيبك كل مره. تمام يا باشا، انا هروح بقى اشوف اكل عيشي. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. تحب اشوف لك الطالع؟ يلا يا ولية، يلا هتلاقي اللي يطلعوكي بره. يلا. حاضر يا باشا. حي. انت قلت لي اسمها ايه يا علي؟ حنتومة. تومة. يا كده الدنيا قربت قوي يا علي. بس سعادتك ليه كشفت شوق عند مطرة؟ لما تخبط الاثنين في بعض تطلع معلومة من الاثنين. انت قصدك تضرب العيلتين بحجر واحد؟ فاضل واحدة، لو بقت معانا تبقى كملت الدايرة. مين دي؟ الحمد لله على السلامة يا معلم. مفيش فايدة، كل ما لمها تفرط من ايدي. اخويا لم انت بس الدور الاول قبل ما صبري انا اللي يفرط مني. بت دلوقتي الكلام ده انا فيا اللي مكفيني. يا اخويا لما انت فيك حيل تخرج
مش تاخد بالك من مراتك حبيبتك اللي لسه عروسة؟ ولا هي يعني الكحكة في ايد اليتيمة عجب؟ ما تفوريش دمي يا بيت، ما تفوريش دمي، أنا على الآخر. خلاص يا معلم حقك عليا، الدكتور قال الحمقى مش حلوة علشانك، صحتك. صدق الله إنكوا نسوان، اتلم في ليلتك السودا دي أحسن لك. حقك عليا يا معلم، ما أنا بحبك وبتدلع عليك الله. ايه ده؟ اتجننت يا بنت؟ ايه ده؟ يا بنت؟ ايه؟ بقول لك انا فيا اللي مكفيني، ايه اللي بتعمل؟ لا ما تعمليش كده. الله امال اعمل ايه يا الله؟ طب اعملي مره كمان كده. يا بنت اسكتي بقى يا بنت، انا مش حامل. لا طب تمام. جميل عليك. اوبا شيش جهار. الله ما تلعب. سبحان الله، ما الخير كتير اهو والرزق عمال موجود. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب، ألف حمد وألف شكر. أنت بتتكلم عن إيه؟ ها؟ لا أنا قصدي كده، ما بحبش أشوف الرزق قدامي وما أحمدش ربنا، طبعي بقى سيدو. شايفهم جاهزين للمزايا، مش كده؟ إيه الحلاوة دي؟ مزاج الخير يا بنت الباشا. على فكرة أنا عارفة كل حاجة. وعارفة أنت بتشتغل في إيه وأبويا بيعمل إيه. بس أنا بقى برمي كل حاجة ورا ظهري. بقول انا مالي؟ عين العقل، عين العقل، الباشا ربى ربى. عايز الحق؟ انا ما عنديش اللي خاف عليه، عندي كل حاجه كده طياري، حتى روحي. انا امي ماتت هخاف على ايه بقى؟ ايه السواد ده؟ ايه الوش الغريب ده؟ انا ما عنديش وش تاني اعيش بيه. طب بقول لك ايه، ما تسيبك من حوارات المثقفين دي، تعالي نتكلم في اللي يخصنا. عايزين ننجز بقى، نتجوز يعني. مش قبل ما نتجوز نتفق الأول؟ نتفق، أسمع ونتفق. أنا عندي شوية شروط كده. شوية شروط؟ لا هم ثلاثة. على البركة. أنا قلت لك إن أنا برمي كل حاجة ورا ظهري، بس في ثلاث حاجات معرفش أسامح فيهم. أولهم إنك تتجوزني صفقة، التانية بقى انك تكذب عليا، اما الثالثه الخيانه. ايه ده، ما انت ناصح اهو، وعايزك تبقى متاكد انك لو خنتني انا لا هلومك ولا هعتب عليك. عين العقل. انما هخونك. لا رب رب يعني. وهتسلموا له البيت كمان؟ هو ده طالبنك يا معلم؟ هو ده طال اخوك يا براءة؟ ولا خلاص اللي راح واتنسى ودمه راح حاضر؟ زيادة يا مطرة، سيبينا في اللي احنا فيه. ايه اللي انتوا فيه يا معلم؟ خميس دخل البيت ودهس الكل برجليه وبرطع في كل شبر فيه، وانت واقف وتسمر مكانك. فاضلك ايه؟ فاضلك ايه يا معلم؟ خلاص المصلحة عامت عينين الكل ودم الشهيد راح حضر. قلت بزيادة يا مطرة. مطرة مش غلطانة يا معلم، مطرة بتقول اللي جوه كل واحد فينا ومش قادر ينطقه. بتعرينا قصاد روحنا يا حاج، بتفكرنا بالانسناء. اسكت اسكت اسكت. انا عمري ما نسيت اخوك يا براءة، ولا عمري دم ابني حيروح حاضر يا مطرة. إذا كان كل واحد فيكم نصبته في إيراد، فأنا بصدتي 24 قريب ما كانش ابني وبس، لا كان ضهري ودراعي، كان عكازي وسندي. مش هيجي اليوم إن حد فيك ويفكرني بيه، ولا أنا عمري حنسى عشان حد يفكرني
طارو طارو في رقبتي الآخر نفس